شكلك لك باع طويل جدا في مواضيع السياسة، وحنعرف بعدين الكثير الكثير برضو من التوقعات وماذا بشأن الثورة السودانية والشباب السوداني. برضو نتعرف على الأستاذ، مع أنه معروف يعني أستاذ عوض صديق. أهلا بك أنا أستاذ. عوض الكريم صديق الشيخ الطيب، مشهور بعوض صديق أكتر، مواليد يمكن الواحد فتح عيونه في واد مدني، لكن بعتبر الميلاد الحقيقي في رفاعة، مدينة رفاعة. وطبعا كل المراحل التعليمية الأولى في رفاعة، رفاعة بابكر بدري، رفاعة الشمالية الرواد، والأميرية المتوسطة، والثانوي العالي برفاعة بقيادة الشاعر المرحوم الهادي آدم. قريت الأولية ولا الابتدائي؟ لا ابتدائي، نحن ما 9 سنوات طيب ست والدستير؟ سنوات 3 وبالمناسبة الابتدائي ذاته قريته 5 سنوات، فاضل لي سنة أنا ما تميته ذاته يعني. علاقتك بود السيد هي طبعا قريب الرفاعة، لكن ود السيد وكل الحتة منطقة دي منطقة واحدة تعتبر لغاية الجنيد، يعني رفاعة امتداداتها. يعني حتى اللي في ود السيد هم بيدرسوا في رفاعة ايوه اكيد، والبويضة يعني وكذا. هم يعني يمكن وداهم العمل في مصنع سكر الجيزه هو المشروع، أيوة لكن هم كثيرين جدا من الرفاعه، ود عد الخدير ود الخبير للحلال حول الرفاعه. ما حبيت افوت رفاعه المرحله الجامعيه، قبل ما امشي اشتغلت طوال التدريس في مدينه رفاعه ل5 سنوات، حتى بعد ذاك التحقت ب كليه الفيلم، وقبليها كان مشيت معهد الموسيقى والمسرح، ما كملت تعليمي فيه ومشيت كلية الفنون الجميلة، ورجعت ثاني لمجال التدريس بعد ما اشتغلت في مجالات عدة. يعني مشيت أنا الشرطة الجامعين، واتفصلت لذات السبب اللي ذكره أخونا وائل بالحاجة اسمها الفحص الأمني، طوالي بيكيفوك وما بتستمر بعد ما تتخرج، يعني إذا يشوفوك لا كده يضيوك لا كده يقول لك ختانة يعني.